كمان هنتكلم عن عدد من الأمور المتعلقة بكيفية النهوض بأمور كرة القدم والرياضة في مصر، وده اللي بيتم بحثه حاليا. تطوير منظومة الإعلام الرياضي، الخروج أو عبور المشكلات المحيطة بالوسط الرياضي، والوصول إلى مرحلة فيها تنسيق وتجاوب وتفاهم بين كل الكيانات الرياضية في مصر، سواء بنتكلم عن اتحادات أو أندية أو كل ما يتعلق بالمسؤولين في الهيئات المختلفة التي تنظم وتدير أمور الرياضة المصرية. النادي الأهلي والرؤية الفنية للنادي الأهلي في هذا التوقيت، آخر أخبار وكواليس تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي من خلال هذه الرسالة وهذه المتابعة من أرض الملعب، مقر تدريب الفريق في أهلي الجزيرة، مع زميلنا شريف شعبان مراسل قناة الأهلي. مساء الخير يا شريف. نور استاذ محمد، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بيك، سعداء بمشاركتك ومتابعتك لتدريبات الفريق الاول، يا ريت تقول لنا اخر الاخبار. يمكن التمرين انتهى منذ قليل، يمكن كان بدايه التمرين في الساعه 5 مساء. حرص الجهاز الفني بقيادة طبعا مستر كارتيرون او مسيو كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي والكابتن محمد يوسف القائم بعمل مدير الكوره والمدرب العام في اجتماع مع اللاعبين استمر حوالي 20 دقيقه. كان في محاضره كبيره عن مباراه الاتحاد السكندري بالامس طبعا بعد الهزيمه، وكان في شد من عذر اللعيبه الفتره المقبله مش محتاجه اي خساره، داخلين في بطوله كاس عاوزين ينافسوا عليها، بطوله افريقيا طالبين، بطوله افريقيا، بطوله عربيه، بطوله دوري كالعاده، النادي الاهلي اي بطوله بيشارك فيها لابد من الحصول عليها. يمكن استمر الاجتماع حوالي 20 دقيقه، بعدها نزل اللاعبون الى ارض الملعب والجهاز الفني، يمكن كان حوالي الساعه 5:30. يمكن كابتن مصطفى كمال انفرد بتدريب حراسه المرمى مع الكابتن شريف اكرامي والكابتن علي لطفي ومصطفى شوبير وحارس اسمه رمضان، يمكن استمر معاهم طوال التمرين. يمكن علي لطفي انسحب من التمرين وكمل ريكفري مع اللاعبين اللي شاركوا بمباراه الامس زي اسلام محارب، اكرم توفيق، حمودي، صابر رحيل، يمكن اللاعب وليد سليمان واللاعب مؤمن زكريا ما تمرنوش، يمكن اكتفوا بتدريبات جيم بسيطه. النهارده كابتن احمد فتحي عمل اشاعه وفي انتظار النتيجه علشان خاطر يحدد فتره غيابه عن الملاعب. يمكن شارك النهارده، احنا اللي عرفناه ان احمد فتحي عنده كدمه اعلى الركبه، ومؤمن زكريا بيعاني من خلع في الكتف، واحمد ما كانش احمد راح النهارده عمل اشاعه وما جاش. احنا ده اللي عرفناه من زملائنا يعني في غرفه التحكم او الكنترول، زملائنا فريق الاعداد في البرنامج، اطمأن على نجمنا الكبير احمد فتحي، وعرف طبعا ان نتيجه هذا الكشف او توقيع الكشف الطبي عليه حتى الان ما تاكدنا منه هو انه مصاب بكدمه اعلى الركبه. مؤمن زكريا اللي عرفناه كمان انه عنده خلع في الكتف، لكن التفاصيل واحتياجه لفتره علاجيه مداها الزمني قد ايه ده لسه هيتحدد طبعا، او لسه لم نصل الى كل هذه التفاصيل. اتفضل يا شريف. لسه دكتور الفريق ما حددش فتره غياب مؤمن واحمد فتحي عن الملاعب قد ايه، يمكن هيقول النهارده او بكره بالكثير جدا. خليني اقول لك ان النهارده شارك في التمرين من الامس، يمكن بيشارك ميدو جابر، والنهارده ظهر بشكل متميز اعلن جاهزيته لمباراه الترسانة المقبله يوم الاربعاء الساعه 5 في استاد السلام. يمكن النهارده كان في فتره تاهيل مع المؤهل الكابتن طارق عبد العزيز، شارك فيها سعد سمير، شارك فيها حسام عاشور، شارك فيها محمد نجيب، شارك فيها صلاح محسن. يمكن الار كان لهذه المباراه القادمه، يمكن حسام وسعد، انا كلمت مع حسام وسعد للاسف قالوا لا صعب نلحق هذه المباراه. يمكن مباراه الكاس يوم الاربعاء بالنسبه لحسام وسعد صعب، من الصعب لحقهم بهذه المباراه. سعد سمير وحسام عاشور. طيب وبالنسبه للسوليه موقفه ايه من المباراه او جاهزيته؟ شارك النهارده في التمرين وظهر بشكل متميز يطمئن جماهير النادي الاهلي. يمكن النهارده في التقسيم كان الجهاز الفني حريص يعمل في وسط الملعب تقسيمه صغيره للتسلم والاستلام لمسه واحده علشان خاطر الضغط على المنافس، وظهر فيها ميدو وسوليه بشكل متميز. بعديها عمل تقسيمه يمكن خماسي تقسيمه صغيره ايضا ظهر فيها بشكل متميز ميدو جابر، اعلن جاهزيته. يمكن احرز النهارده هدف عالمي باكورد، هدف رائع جدا يمكن لفت الانتباه، اعلن ايضا بجاهزيته لمباراه الترسانه وبالتبعيه طبعا فيما بعد الترسانه. يمكن ظهر النهارده في التقسيمه اكثر من لاعب متميز.
يمكن كل الاعلام من امبارح بيتكلم ان لاعبي المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي مش هيشاركوا مع النادي الاهلي. بالفعل المنتخب الاول لاعبته النهارده ما كانتش موجوده، انضمت للمنتخب، ولكن المنتخب الاولمبي او لاعبي المنتخب الاولمبي شاركوا مع النادي الاهلي، وعرفت او علمت ان هؤلاء اللاعبين منتخب الاولمبي هيشاركوا مع النادي الاهلي في مباراه كاس مصر. طيب. مع نادي الترسانة. هنتكلم كمان عن غياب صلاح محسن، لان اللي عرفناه تصريحات الكابتن هاني رمزي بتقول انه هيتغيب لمده 10 ايام، وايضا يعني بنتكلم كمان عن الحاله البدنيه والجاهزيه الخاصه بمروان محسن، عايزين نعرف حاله اللاعبين ونطمئن عليهم. بالنسبه لصلاح محسن، هل في جديد؟ هل في معلومات مؤكده عندك؟ صلاح محسن النهارده كان بيشارك في تدريبات التعليقيه مع طارق عبد العزيز، وقال بالفعل قدامه من اسبوع ل 10 ايام وممكن ونعمل عليه تيست قبل نزوله الملعب، هنشوف مدى استجابته للعلاج. مروان محسن ما كانش موجود النهارده، انضم للمنتخب او ما جاش النهارده. عرف النادي الاهلي اللي هو انضم لمنتخب مصر. ممكن يكون راح المنتخب بقى يجرى عليه كشف طبي ورجع تاني، ما اعرفش، الله اعلم، ما عنديش معلومه. نعم. النهارده ما كانش موجود في التمرين. طيب زميلنا العزيز شريف شعبان، هل اتيحت لك خلال متابعتك فرصه انك توجه سؤال لحد من الجهاز الفني، للمدير الفني مستر كارترون او للكابتن محمد يوسف او اي حد من الجهاز الفني قادر يتحدث عن رؤيتهم باختصار شديد او ملخص رؤيتهم عن مباراه الامس امام الاتحاد واسباب الهزيمه، ولا ده كان مستبعد من الجزء الخاص بمتابعتك للفريق؟ انا جمعني لقاء على السريع مع مستر كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي. يمكن الراجل اتكلمت معاه ان الغيابات كثيره، اللعيبه الدوليين اللي انضموا للمعسكر الفتره القادمه هتعمل فيها ايه بعد النتيجه السلبيه بالامس. يمكن الراجل قال انا مش عاوز اخلق لنفسي اعذار واقول ان انا عندي غيابات، لا اقول ان انا عندي اصابات، لا 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 خالص، انا ما عنديش اعذار، وبقول للاعيبي وقلت للاعيبي النادي الاهلي ما فيش حاجه اسمها اعذار، لازم تلعبوا وتتحملوا التيشيرت اللي انتوا لابسينه، لازم تأدوا، لازم تكسبوا اي مباراه، وانا منتظر منكم الفوز يوم الاربعاء على النادي الترسانة. يمكن بمناسبه نادي الترسانة، يمكن بيقود نادي الترسانة جهاز فني اهلاوي بقياده طبعا الكابتن احمد عبد المنعم كشري مدير فني، والمدرب العام الكابتن احمد رجب، وهم الاثنين طبعا من ابناء النادي الاهلي. يمكن الترسانة فيها لاعب ايضا من النادي الاهلي شارك في فترة كبيرة مع النادي الاهلي، هو المهاجم اللاعب سيد حمدي. يمكن النهارده ايضا الترسانة برضه كان تمرينه في نفس ميعاد النادي الاهلي، ويمكن برضه منذ قليل انتهى من تمرينه. لو عوزت اي حاجه عن النادي الاهلي ممكن تفضل. طيب ملامح التشكيل في ظل الاصابات والغيابات الكثيره وبعض اللاعبين اللي زي ما قلنا او من خلال متابعتنا لحديثك ومتابعتك لتدريبات الفريق انه برنامجهم التاهيلي او عدم وضوح الوقت الخاص لعودتهم خلال قد ايه، ومين منهم خلال الساعات القليله القادمه هيبقى جاهز لمباراه الترسانه في كاس مصر من عدمه، هل اتضحت معالم التشكيل بشكل كبير حتى الان، ولا لسه الجهاز الفني قد لا يكون حسم امر تشكيل مباراه الكاس؟ لا، ما حسمش امر تشكيل المباراه، لان النهارده كانت تقسيمتين صغيرين، ما كانش في تقسيمات كبيره، ما عملش التشكيله اللي ممكن يلعب بيها. ولكن اللعيبه اللي شاركوا امبارح بالامس زي اسلام محارب، زي اكرم، زي حمودي، زي صبر رحيل، هم ايضا جاهزين لهذه المباراه، ايضا معاهم طبعا وليد سليمان، ولاعبي المنتخب الاولمبي اللي النهارده كانوا موجودين بكل قوه، نصر ماهر، احمد حمدي، احمد ياسر ريان، جزار، احمد علاء، يمكن كلهم ظهروا النهارده بشكل متميز. شريف كرام النهارده عامل تمريناته الاروع والاجمل. يمكن علي لطفي ما شاركش النهارده في التمرين بالكامل طبعا عشان ريكفري المباراه، ولكن لم يتضح ايضا معالم التشكيل خالص. بكره يعني ده يتحدد ان شاء الله بكره باذن الله من خلال تدريب الغد. بكره لحد بكره في التمرين، وايضا في نهايه التمرين مستر كارتيرون هيقوم بعمل فقره لضربات الجزاء تحسبا لو في امتدت وقت المباراه لوقت اضافي، ثم تحسم عن طريق الركله الترجيحيه زي ما بيقولوا يعني. بشكرك جدا زميلنا العزيز ومراسل قناه الاهلي من ملعب تدريب الفريق في اهلي الجزيره من استاد التتش شريف شعبان، شكرا جزيلا.